يقول نزار قباني: ما فائدة أن تخاف علي ولكن لا تحميني؟ تحبني كثيرا ولكن لا تفهمني، لا تفهم. تفتقدني ولا تبحث عني. ما فائدة أن أكون ضمن أشيائك ولا أكون أهمها؟ وأنا أقول: ما فائدة نواياك وكلامك إذا كانت أفعالك عكس ما تقول؟ ما فائدة محبتك إن لم تجعلني شخصا أفضل وأسعد وأقوى؟ ما فائدة وجودي في حياتك إن لم أكن أحلى وأغلى وأهم ما فيها؟ يا صديقي.